السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس المجلس الانتقالي يناقش مع سفير جمهورية الصين تطورات حوار جدة. هدوء حذر يتسيد جبهات الشمال الغربي للضالع، والمقاومة في شبوة تشن عدة هجمات على مواقع ميليشيا الإسراء. احتفالات في وادي وساحل حضرموت بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. نبدأ من عاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية بالمحافظة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية استغلال المقومات الاقتصادية والاستثمارية لحضرموت في تقديم نموذج متميز للتنمية في البلاد، مؤكدا التزام الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية بإيلاء محافظة حضرموت اهتماما خاص في الجوانب الخدمية والتنموية وتوريد حصتها المخصصة كاملة من الإيرادات. بدوره ثمن محافظ حضرموت استجابة رئيس الجمهورية وتفاعل الحكومة مع مطالب أبناء حضرموت في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والحرص على تلبيتها رغم الظروف الصعبة ووفق الإمكانيات المتاحة. استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في مقر إقامته بالرياض سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا السيد كانغ يونغ والوفد المرافق له، وناقش اللقاء تطورات الحوار الذي ترعاه السعودية. واستعرض الرئيس الزبيدي تاريخ التعاون الصيني الجنوبي المشترك، مؤكدا على استعداد المجلس الانتقالي للتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة بما يضمن للجنوبيين حقهم في المشاركة الكاملة لتمثيل قضيتهم وتحديد مصيرهم. من جانبه عبر السفير الصيني عن سروره باللقاء وتقديره لموقف الانتقالي تجاه السلام، مؤكدا على دعم بلاده لعملية السلام الشاملة حيث تتضمن إنهاء الحرب وعودة السلام إلى البلاد. وفي العاصمة عدن التقى الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد لملس بالسيد مروان عزة العلي مستشار المبعوث الدولي السيد مارتن غريفث ومدير مكتب الأمم المتحدة بعدن. وناقش لقاء معطيات حوار جدة ومدى أهميتها في تصويب وتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد. وأوضح مروان العلي إلى تطلع الأمم المتحدة إلى أن يفضي اتفاق جدة إلى إيجاد أرضية صالحة ومناسبة لعودة الحياة وتطبيعها ورفع المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أهمية التوقيع على مسودة الاتفاق ودخولها حيز التنفيذ. من جانبه أعرب لملس عن تقديره لجهود السعودية في رعاية المفاوضات والحرص على إنجاحها، لافتا إلى أن المجلس الانتقالي كان الأكثر التزاما بالتهدئة وتجنب التصعيد العسكري. التقى رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد بن بريك في مقر الجمعية بالعاصمة عدن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورير والوفد المرافق له. واستعرض لقاء الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر وخطط عملها للمرحلة المقبلة والقضايا المتصلة بعلاج الجرحى والأسرى كوسيط محايد، مؤكدا على العلاقات الوطيدة التي تجمع الانتقالي بمنظمات الأمم المتحدة من خلال مبعوثها مارتن غريفث. ونوه السيد ماورير بأن عدن والجنوب تأتي في أولويات عمل لجنة الصليب الأحمر لتقديم العديد من المساعدات للمواطنين والتخفيف عنهم معاناة الحرب وسعيها لإطلاق سراح الأسرى والسماح لها بزيارتهم والوصول إلى مراكز الاحتجاز. قدمت هيئة الهلال الأحمر الإمارات مساعدات إنسانية غذائية ومواد مكتبية وغيرها من المواد التي يحتاجها قاطنو دار العجز والمسنين بعدن، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة
التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر عدد من القاطنين في دار المسنين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذا الدعم الذي يأتي امتدادا لما قدمه الهلال الأحمر الإماراتي للدار خلال الفترة الماضية. هذا ونفذ ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي زيارات متعددة لدار المسنين الذي يحتضن 67 عاجزا ومسنا من الجنسين خلال الأعوام والأشهر الماضية للإطمئنان على القاطنين فيه وتقديم المساعدات لهم. من الضالع قال القيادي في اللواء 82 مشاه العقيد أبو همام أن أجواء من الهدوء تسيدت الموقف العسكري في جبهات أقصى الشمال الغربي للضالع، واقتصرت المواجهات بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي على مناوشات قليلة دارت في ساعات متأخرة من نهار يوم الجمعة، مؤكدا أن وحدات القوات الجنوبية المشتركة على أهبة الاستعداد العسكري الكامل لمواجهة أي طارئ. هذا ونشر المركز الإعلامي لجبهة الضالع بيان توضيحي أكد فيه كذب وزيف ادعاءات على ميليشيات الحوثي الذي تحدثت عن انتصارات ساحقة حققتها الميليشيات مساء الخميس. وأشار البيان أن ما تداولته وسائل إعلام الحوثي من مشاهد هي لبعض الأجزاء من سوق الفاخر التي تسيطر عليها الميليشيات، ويعود المشهد ليوم 10 أكتوبر. أما في شبوة فقد شنت قوات المقاومة الجنوبية عددا من الهجمات على مواقع تتمركز فيها ميليشيات تابعة لحزب الإصلاح المحتلة، مستخدمة في هجومها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وهجم أبطال المقاومة الجنوبية نقطة وموقع المجازة بمفرق مديرية الروضة. وأكد مصدر بالمقاومة أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الإصلاح. وفي شمال من شبوة وبالتحديد في مديرية مرخة أمطرت قوات المقاومة على معسكر خمومة الذي يتواجد فيه ميليشيا الإصلاح بقذائف الهاون، وتلاها هجوم مسلح خلف الهجوم قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية وإصابة أحد أفراد المقاومة بإصابة طفيفة. بعثت العديد من الشخصيات والمكونات السياسية برقيات عزاء ومواساة إلى رئيس الوزراء السابق المهندس خالد بحاح في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته، والتي توفاها الأجل بمدينة الديس الشرقية. كما استقبل المهندس بحاح عددا من الضباط والشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية وجمع من المواطنين في منزله مساء الجمعة لتقديم واجب العزاء والمواساة للمهندس بحاح وكافة أسرته، سائلين من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. في وادي حضرموت دشنت بمدينة تريم أولى فعاليات البرنامج الاحتفائي بالذكرى 56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، والمعد من قبل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية. وشارك في الفعالية المئات من المواطنين حملوا خلالها أعلام دولة الجنوب العربي وأعلام دول التحالف، على رأسها أعلام دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وصور قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والشهداء. كما تضمنت الفعالية رقصة العدة الشبوانية وغيرها من الفولكلور الشعبي. وفي سيئون اقتحمت قوات المنطقة العسكرية الأولى ساحة الاحتفالات وأطلقت النار على المواطنين المشاركين في احتفائية ذكرى أكتوبر لتفريقهم وإفشال الاحتفالية. وفي ساحل حضرموت شاركت الفرقة النحاسية لشعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمقطوعات موسيقية متنوعة في الفعالية الكرنفالية بساحة العروض بالمكلا. وتأتي هذه المشاركة للفرقة النحاسية بمناسبة الذكرى 56 لثورة عيد 14 أكتوبر المجيدة. وشهدت الفعالية التي حضرها رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية أجواء فرائحية تملأها المحبة والسرور احتفاء بذكرى 14 أكتوبر.
تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المطبوعة للمرافق المستهدفة ضمن الاستجابة الصحية لمشروع حزمة الحد الأدنى للخدمات الصحية التي تنفذه مؤسسة الصحة للتغذية والتنمية هاند في مديريات الشحر والديس الشرقية وغيل بن يمين. وأوضح نائب مدير عام مكتب الصحة الأستاذ عوض باحنحل أن هذه المستلزمات والأدوية والمواد المطبوعة ستكون رافدا لتقديم الخدمة في المديريات المستهدفة، حثا مدراء مكاتب الصحة بالمديريات المستهدفة بالاستفادة من الشحنة وتوزيع الأدوية للمواطنين لتخفيف معاناتهم. نفذ أبناء منطقة ثلاء السفلى وقفة احتجاجية أمام بوابة مبنى المجمع القضائي بمدينة المكلا، تطالب تدخل السلطة المحلية والجهات العليا في القضاء وحسم ملف الاستيلاء على أراضي وبيوت سكان منطقة ثلاء منذ نحو 10 أعوام. وعبر أبناء المنطقة ثلاء السفلى من خلال الوقفة عن تمسكهم بالنظام والقانون، ومطالبين في الوقت ذاته السلطات المحلية بالتدخل قبل تفاقم المشكلة، ومنوهين إلى التصعيد في حال لم تتم الاستجابة وحسم موضوع الاستيلاء على أراضيهم ومحاسبة كل من يقف خلف التأخير والمماطلة التي تخالف كل النظم والقوانين حسب قولهم. نظم أهالي حي غرب الضيافة بالمكلا وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة للمطالبة بتغيير مديرة مدرسة باحمدان للتعليم الأساسي لتعاملها السيء مع الطلاب والطالبات والغير لائق. ورفع الأهالي في الوقفة التي شارك فيها رؤساء الوحدات ورئيس حي غرب الضيافة وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالحي لافتات تدين وتستنكر الأساليب التعذيبية للطلاب. وناشد خلال الوقفة أولياء أمور الطلاب السلطة المحلية بالمحافظة بالتدخل السريع لإنقاذ الطلاب من الأساليب المتسببة في شرود أذهان الطلاب وعدم تمكنهم من الإصغاء والتركيز لمحاور الدروس. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس المجلس الانتقالي يناقش مع سفير جمهورية الصين تطورات حوار جدة. هدوء حذر يتسيد جبهات الشمال الغربي لطالع، والمقاومة في شبوة تشن عدة هجمات على مواقع ميليشيا الإصلاح. احتفالات في وادي وساحل حضرموت بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.